مجدداً تحتضن إعمار العقارية فعالية رأس السنة الميلادية 2019 والتي تقام في منطقة وسط مدينة دبي في برج خليفة أطول مبنى في العالم. يمكنكم الاستمتاع بعروض الألعاب النارية والليزر والموسيقى في منطقة وسط مدينة دبي. يتوفر في منطقة وسط مدينة دبي مواقف محددة في المواقع التالية، ولاستمتاعك بالحدث تأكد من وصولك قبل الساعة 5 مساءً لتتمكن من حجز مكانك. يمكنكم الاستفادة من مواعيد إغلاق الطرق من قبل هيئة الطرق والمواصلات وهي كالتالي: وفي أثناء الإغلاق يمكنكم استخدام مرافق النقل العام مثل المترو وسيارات الأجرة وحافلات النقل العام. سيتم إغلاق محطة مترو برج خليفة من الساعة 10 مساءً وحتى 6 صباحاً، وعليه يرجى استخدام أقرب محطة حافلات والنقل المتاح للخروج من منطقة وسط مدينة دبي بعد الاحتفال. يرجى إلقاء نظر على المسارات المخصصة للعزاب والعائلات للوصول لمناطق الاحتفال. وحفاظاً على راحة وسلامة الجميع، يرجى الامتناع عن جلب البخاخات والأدوات الحادة والمفرقعات في منطقة وسط مدينة دبي. وقد خصصت إعمار منطقة خاصة لمتابعة العروض لأصحاب الهمم. عند امتلاء المساحة في منطقة البرج سيتم إغلاق منطقة البرج بلازا وساوثريدج، وستقوم إعمار بتوفير مساحة كافية بجانب الطريق لتتمكن العائلات من الاستمتاع بالعرض. وعليه يرجى اتباع التعليمات في موقع الحدث وعدم محاولة فتح الحواجز المعدنية والالتزام بمناطق عبور المشاة المحددة. ترحب إعمار بالجميع للاحتفال في منطقة وسط مدينة دبي، ولكن يرجى الالتزام بعدم إحضار عربات الأطفال والدراجات والحيوانات الأليفة. يتم إصدار بطاقات خاصة لدخول الضيوف للفنادق والمطاعم، ولتجنب المشي لمسافات كبيرة للوصول لوجهتك يرجى التواجد في المنطقة قبل الساعة 5 مساءً حيث سيتم إغلاق الطرق. على الأشخاص مستخدمي المترو للوصول لمنطقة الفعاليات من دبي مول الالتزام باستخدام مسار رقم 6 للعائلات ومسار رقم 4 للعزاب، ويجب الالتزام بإشارات الأمن أثناء عبور الطرق وذلك لسلامتكم. ويرجى احترام قواعد السلوك في دبي وإعطاء المساحة لزميلك الزائر وتجنب التدافع. تتوفر في جميع أنحاء وسط مدينة دبي شبكة كبيرة من المطاعم ليستمتع الزوار بتناول الطعام في المناطق المخصصة للمشاهدة، ويرجى الحفاظ على نظافة المنطقة. تتوفر دورات المياه وغرف الصلاة موزعة في منطقة المواقف السفلية. توفر إعمار 17 خيمة دام في مناطق محددة، والتي ستكون متاحة لتزويدكم بالمعلومات والاستفسارات واحتواء المفقودات والمعثور عليها وتقديم الإسعافات الأولية. سيتم التعامل مع أي حالات طبية طارئة من قبل المستشفيات المتنقلة والمستشفيات الميدانية المجهزة بالأطباء وأنظمة الدعم الطبي الكامل. سيتم وضع علامة على مناطق السلامة المحيطة ببرج خليفة كمنطقة أمان طوال المساء. يرجى الابتعاد عن المناطق المحددة وعدم اختراقها حفاظاً على سلامتكم. توفر إعمار 170 حافلة تغادر من منطقة وقوف الحافلات مقابل دبي مول لإيصال الزوار بأمان بعد انتهاء الحدث. لأي استفسارات يرجى عدم التردد في الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 800-38-22. يمكنكم الرجوع لجداول مغادرة الحافلات من هيئة الطرق والمواصلات في محطات المترو للوصول إلى وجهتكم بعد الحدث.
تتمنى لكم إعمار عام تسامح سعيد.